مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير صباح الفل على حضرتك، ودايما بنكون سعداء بوجودك معنا، لأن أكيد أكيد هنسمع معلومات جديدة وفي نفس الوقت بشرح بسيط وكافي ووافي. صباح الخير لحضرتك يا استاذه هند وعلى الساده المشاهدين، وكل عام والجميع بخير. يا رب ان شاء الله حضرتك دايما بالف خير ونجاح. اسمح لي دكتور بشير نبتدي مع حضرتك بخبر هام، حيث تكون البدايه مع جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر اكاديميه الشرطه، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وقيادات الاكاديميه. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان زياره الرئيس السيسي لاكاديميه الشرطه تاتي في اطار حرصه على متابعه منظومه اعداد تدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية. وألقى الرئيس السيسي كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسعى رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن. وطلع الرئيس السيسي على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر مستوى طلبة الكلية. ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهريا. ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي والتداعيات على الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات. دكتور بشير، هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلبة كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة، أو طلبة الكلية الحربية، ودايما بنشعر في زيارة السيد الرئيس لكلية الشرطة أو كلية الحربية بنوع من العفوية في اللقاء والحوار. دكتور بشير، يعني على قد ما هي بتكون زيارة رسمية ولكن بيكون فيها حوار مفتوح في العديد من القضايا، وامبارح شفنا حوار السيد الرئيس مع بعض الطالبات من المحافظات المختلفة، وازاي سيادة الرئيس كان بيوضح بمنتهى السهولة واليسر مشروعات مصر والتحديات التي تواجه مصر الآن. كيف شاهدت وتابعت هذه الزيارة الهامة؟ زي ما حضرتك تفضلت، هي زيارة مهمة للغاية، ويمكن من حظ طلبة الشرطة أن الرئيس بيلتقي بيهم أكثر من مرة في السنة الواحدة، يعني في إجراءات التقدم وزي هذه الزيارة في أثناء الدراسة ومرة في أثناء التخرج، وبالتالي لهم حظ لقاء الرئيس أكثر من مرة. أهمية هذه اللقاءات أنه الشرطة أحد ركائز المنظومة الأمنية في الدولة. المنظومة الأمنية يعني إيه؟ القوات المسلحة، المخابرات، الأجهزة الأمنية، الشرطة، وطبعا احنا عارفين ان دي درع الوطن يعني والعين الساهرة على الوطن. الرئيس النهاردة بيخوض معركة الوعي، لانه جرت العادة انه دايما كان رجال الشرطة ممكن الطالب يدخل كلية الشرطة ويخدم في الشرطة 30 سنة او اكتر ويتخرج وما يقابلش رئيس الجمهورية ولا يقابل مسؤول في الدولة. النهاردة طالب الشرطة وهو بيقدم في الكلية او في الاكاديمية بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس، وهو بيدرس بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس، وهو بيتخرج بيشوف الرئيس وبيتكلم مع الرئيس. يواصل مستمر دكتور بالظبط التواصل والتفاعل والحوار، ده بيؤدي لرفع مستوى الوعي، لانه الرئيس بيتكلم مع طلبه الشرطه في قضايا عالميه، في هموم دوليه ووطنيه. فتجد ان دلوقتي كمان بنعرض مع حضرتك دلوقتي مع الساده المشاهدين يعني جزء من لقاء السيد الرئيس حتى مع اهالي الطلبه كمان دكتور بشير. بالظبط، ده بيصب في معركه الوعي، ان النهارده طالب الشرطه اللي عنده 18 او 20 سنه عارف يعني ايه النظام العالمي، عارف يعني الحرب في أوكرانيا، عارف انعكاسات السياسة الدولية والتفاعلات الدولية على الوضع الداخلي في مصر، لأنه النهاردة رجل الشرطة المفروض أنه يكون مؤهل ومثقف ومتعلم بطريقة يستوعب بها التحديات. الإرهاب النهاردة ظاهرة عالمية، الإرهاب مرتبط بالعولمة، مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ظاهرة التطرف والجماعات المتطرفة لها جذور في الخارج وحركة رؤوس الأموال عبر العالم،
انه السياسة مرتبطة بالامن، مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بالدين، فلابد انه يكون في وعي لدى رجل الشرطة على المستوى الثقافي والمعرفي والاقتصادي والسياسي الى جانب الدراسات الامنية واللياقة البدنية. لم يعد رجل الشرطة يقتصر فقط على انه يكون قوي البنية وانه يدرس القانون والعلوم الشرطية فقط، وانما لابد من الوعي السياسي، لابد من المعرفة الاقتصادية، لابد من الالمام بالقضايا الدينية، مسألة الجهاد، مسألة التطرف، مسألة الآراء الفقهية اللي ممكن تحارب الفكر المتطرف، مسألة حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي. كل هذه القضايا لابد لرجل الشرطة أن يكون مسلح بها إلى جانب التسليح القانوني والبدني، والحقيقة اللي بيعمله رئيس الجمهورية النهاردة، وده انعكس على مستوى وكفاءة وتأهيل رجل الشرطة. النهاردة لما تقعدي مع أبنائنا من كلية الشرطة أو من خريج الشرطة تلاقي مستوى الوعي والثقافة ارتفع بشكل كبير، وده أيضا موجود في الكليات الحربية أو الكليات العسكرية زي الكلية الحربية والكلية الجوية وغيرها، أصبح مستوى الوعي عالي جدا بسبب هذا التفاعل بين رئيس الجمهورية وهؤلاء. الحقيقة هذه الزيارة تبعث بدعوة جديدة، كل مرة بندعو رئيس الجمهورية بنوجه رسالة، يا ريت الزيارات دي سيادة الرئيس تنتقل إلى الكليات المدنية، يعني مثلا الناس اللي بتوع الحقوق اللي هيبدأوا يشتغلوا في النيابة، اللي يشتغلوا في القضاء يحتاجوا إلى هذه التفاعلات أيضا وهذه الزيارات وهذا التواصل. الناس حتى اللي هيبقوا أطباء في المستقبل كل هؤلاء يحتاجوا إلى تواصل وتفاعل. طلبة الاقتصاد والعلوم السياسية، وهنحاس طبعا أكيد حياتك خريج الكلية العريضة بالضبط، يعني كان بيجي لنا زمان وزراء وزير الخارجية، لكن لما رئيس الجمهورية يتكلم عن رؤيته لآفاق المستقبل لأن ده بيدي نوع من الحافز، بيدي نوع من التفاعل، رفع الروح المعنوية للطلبة والوطنية أيضا المواطنة. تخيلي كده الحماس، لأنه طالب عنده 18 سنة في كلية عسكرية أو كلية شرطة أو كلية مدنية ليه رئيس الجمهورية قدامه وبيتكلم بصراحة وبشفافية وبيسمع الأسئلة وبيرد على هذه الأسئلة ويقدم الإجابات، ده بيخلق حالة من المواطنة والتفاعل، بيرفع مستوى الوعي وبيرفع مستوى المواطنة والانتماء لدى شباب هم هيكونوا المستقبل في كل المجالات. هيبقى ضابط شرطة، هيبقى ضابط في القوات المسلحة، هيبقى دبلوماسي، هيبقى في القضاء أو النيابة، هيبقى طبيب، وبالتالي احنا بنوجد حالة من التفاعل لم تكن موجودة من قبل بين القيادة السياسية اللي هي أعلى رأس في الدولة وبين الشباب اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل. أكيد كل التوفيق ليهم إن شاء الله دكتور بشير. وخلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر ليه علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بقى كيف تكون مصر هي محور في الأحداث بشكل جيد، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي أعرب من جانبه عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر وتقديم كل سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين لتطورات الميدانية المتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية وضمان سلامتهم وأمنهم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية وكذلك مستجدات مسار المفاوضات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدا دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات. دكتور بشير، يمكن كلينا الحظ ان مع اطلاق اول بيان من وزاره الخارجيه المصريه تعقيبا على الازمه الروسيه الاوكرانيه، حتى كنت موجود معانا وقرانا البيان، ومن اللحظه الاولى مصر بتطالب بتغليب لغه الحوار والحلول الدبلوماسيه، وما زالت مصر عند موقفها وهي تقف في منطقه محايده من الازمه الروسيه الاوكرانيه. كيف تابعت هذا الاتصال الهام واهم ما جاء به، خاصه وان الحمد لله مصر من اوائل الدول التي نجحت في اعاده كل المصريين، معظم المصريين اللي كانوا في أوكرانيا من خلال المنافذ المختلفة، رومانيا أو من خلال أي دول مختلفة مجاورة لأوكرانيا؟ نعم، يعني الرئيس الأوكراني اتصل بأكثر من مسؤول على مستوى العالم وكانوا هم أهم المسؤولين، يعني اتصل بالرئيس الأمريكي، اتصل برؤساء الدول الأوروبية، ومن الدول الأخرى كان بيبحث عن المؤثرين الذين لهم قول مؤثر في هذه الأزمة أو قدموا أيادي بيضاء للجانب الأوكراني. من بين هؤلاء كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع، لأنه احنا ناقشنا هنا كيف استقبلت مصر السائحين الأوكرانيين في مصر. نعم، وحصل تمديد للإقامة
وتوفير مناخ آمن بالنسبة لهم، حتى نقلهم إلى الدول القريبة من أوكرانيا بناء على طلب السلطات الرسمية الأوكرانية. وهؤلاء طبعا قوبلوا بحفاوة شديدة وترحاب من الجانب المصري. أوكرانيا دولة مهمة لمصر علشان القمح، علشان زيوت الطعام، علشان الذرة، في علاقات كتير. بالضبط، في علاقات. حتى كمان ده أوكرانيا دولة كان فيها صناعات عسكرية مهمة قبل هذه الأزمة، وكان في حالة من التنسيق ما بين الجانبين. ومن هنا قوة مصر الناعمة وقوتها الدبلوماسية هي التي ساعدت على هذا الاتصال أيضا، لأنه مش كل دولة في العالم يعني يشار إليها بالبنان. الدولة اللي عندها قوة دبلوماسية أو قوة ناعمة معناها إيه؟ إنك عملت علاقات متوازنة مع دول العالم، وإنت معروف عالميا بإنك بتحترم القانون الدولي والمواثيق الدولية، وبتدعم الأمن والسلم والاستقرار على مستوى العالم، ولا تخترق أو تنتهك القانون الدولي أو الاتفاقات الدولية. مصر واحدة من هذه الدول حول العالم، وبالتالي هناك حالة من الإجماع بالنسبة للدولة المصرية وتقدير من كل دول العالم لدور مصر في هذا السياق. مصر زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذة هند تبنت موقفا محايدا وعقلانيا ومتوازنا منذ البداية. بالضبط، يعني كانت دائما بتغلب، بتداعي، بتدعو إلى تغليب القانون الدولي على تغليب الاعتبارات الإنسانية، وتبني سبل دبلوماسية في التعاطي مع الأزمة، لأنه ما يجري في الأزمة الأوكرانية الآن هو ما يشبه الانتحار. يعني كل الكلام إنه مش عاوزين الأزمة توصل لحرب عالمية ثالثة، إحنا بالفعل في حرب عالمية ثالثة، يعني حرب اقتصادية. بالضبط، يعني حرب اقتصادية عالمية. لم يشهد العالم عقوبات اقتصادية بهذا المستوى، لم يشهد العالم تأثر للاقتصاد. ده جائحة كورونا استمرت معنا سنتين، العالم كله تكبد تريليون دولار. النهارده احنا وصلت، عدينا 10 تريليون دولار لحد الان في مدى زم شهر تقريبا. شهر تقريبا. والانعكاسات على الاقتصاد العالمي مروعه، لانك بتتكلم في عصبين لاقتصاد العالم، امن الطاقه والامن الغذائي. امن الطاقه في حاله من التدهور الشديد والارتباك حتى ما بين الدول المنتجه وبين الدول المصدره او المستهلكه. امن الغذاء هو الاخر بيشهد حاله من التخبط والارتباك الشديدين. والعالم لم يستفق من جائحه كورونا ولم يتعافى منها، وفوجئ بهذه الصدمه اللي هي اثار الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك كانت دعوة مصر حكيمة للغاية منذ البداية، لأن مصر كان عندها بعد نظر وعرفة تداعيات هذه الأزمة، ليس فقط على روسيا وأوكرانيا أو أوروبا، وإنما على العالم أجمع وعلى منطقة الشرق الأوسط. مظبوط. يعني نأمل أن انتهاء هذه الأزمة سريعا دكتور بشير، لأن زي ما حضرتك قلت العالم كله متضرر. يعني يمكن مش بس في يعني العالم كله قرية واحدة، ده العالم كله كأنه في بيت واحد. أنا ما أعرفش لسه عندنا فرصة نعود لأوكرانيا. هنعود في الخبر الأخير إن شاء الله، عشان نؤجل الطرح. أكيد إن شاء الله. بس خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر، ونقرأ تصريح هام للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي أكد فيه على أن هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية في كل رقعة على مستوى الجمهورية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس افتتاح المعرض أهلا رمضان الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، وده بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية ومسؤولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، بل واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا الشأن أيضا ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين بترشيد الاستهلاك، منوها بأنه فيما يخص البترول منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولار، ومصر تستورد 100 مليون برميل سنويا، وتكلفة الاستيراد تصل إلى 6 مليارات دولار سنويا، بما يعادل 500 مليون دولار شهريا. أرقام هامة جدا دكتور بشير هنتوقف عندها، بس خلينا الأول نتكلم عن إن مع بداية كل أزمة، يعني إحنا شفنا أزمة جائحة فيروس كورونا، كيف كانت تتعامل الدولة المصرية بحكمة وتوازن بين عجلة الاقتصاد وبين الحفاظ على صحة المواطنين. هذه الأزمة تتجدد، أزمة اقتصادية، يمكن حضرتك زي ما وصفت في الخبر السابق بأنها لم يشهد العالم مثلها في الفترات السابقة، ومع ذلك مصر بتتحرك يعني في كل المنافذ المختلفة، معرض أهل رمضان، منافذ وزارة الداخلية كلنا واحد، أيضا القوات المسلحة، عندنا العديد من المنافذ علشان حماية الفئات الأكثر احتياجا. فحضرتك شايف مجهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، وأيضا هذه الأرقام، خاصة أن في نقطة مهمة جدا رئيس مجلس الوزراء دعا عليها، ترشيد الاستهلاك، وإحنا كمان داخلين على شهر رمضان.
طبعا بشكرك على النقطه الاخيره دي وخلينا نبدا منها. اتفضل. ده بيصب في اللي احنا دايما بنشير ليه يا استاذه هند، وهو مسؤوليه المواطن، ان المواطن يكون شريك في عمليه التنميه وليس حاصد لنتائج التنميه. صح. انه الدوله تشتغل وناخد النتيجه، لا، المواطن شريك. شريك ازاي في هذه الازمه؟ فكره انه يكون عنده نوع من الحكمه في الاستهلاك، اولا ترشيد الاستهلاك، انه يرتب اولوياته. يعني في علم السياسه من ضمن تعريفات علم السياسه بنقول علم الدوله، علم السلطه، علم اداره شؤون المجتمع، وايضا هي علم ترتيب الاولويات، ازاي انا كمواطن او كرب اسره في ظل حاله الارتباك وارتفاع الاسعار او اوضاع اقتصاديه مضطربه، ازاي ارتب اولوياتي بشكل صح؟ ان الامور الغير ضروريه ما انفقش عليها في هذا التوقيت، ان الامور اللي فيها انفاق رفاهيه ان انا اجلها في هذا التوقيت. فكره الاستهلاك، الشرف في الاستهلاك يتم ضبطه والتحكم فيه. تستطيع ان تقلل الطلب على السلع من خلال المقاطعه، ودايما بنقول السلعه اللي يتم رفع سعرها بشكل غير مبرر حاول انك تقلل استهلاكك او تستغني عنها لبعض الوقت. التاجر الجشع هيضطر انه يقلص سعر هذه السلعه، وهو ده دور المواطن في الظروف اللي احنا فيها، مساله تقليل الطلب، اليه التحكم في الطلب ليس فقط من قبل الدوله، الدوله بتراقب، الدولة بتضبط الأسعار، الدولة فرضت قوانين جديدة. بالضبط. بتحاول إنها توجد توسع الخيارات، وده أساس التنمية البشرية، لكن المواطن عليه دور، إن مش كل المسؤولية تقع على عاتق الدولة. إحنا قلنا مرارا أن المواطن شريك للدولة في صنع التنمية وليس في جني ثمار هذه التنمية فقط. الدولة الحقيقة عملت يعني مبادرات مهمة للغاية، ودي الوظيفة الاقتصادية للدولة، لأن الدولة لها وظيفة أمنية، لها وظيفة اقتصادية، لها وظيفة ثقافية، من بعد اجتماعي كمان الدولة دايما بتحرص عليه دكتور بشير. يعني بالضبط، شبكة الحماية الاجتماعية. بالضبط. إزاي في وقت الأزمات تكون الدولة حاضرة وقوية؟ هي دي الدولة القوية، الدولة المتدخلة، لأنه لا يمكن الاستغناء عن دور الدولة بأي حال من الأحوال. وجائحة كورونا أثبتت هذا الأمر، إن الدول التي كانت الحكومات فيها قوية وحاضرة استطاعت أن تتجاوز المحنة بسرعة. الدول التي كانت فيها الحكومات هشة وضعيفة ومرتعشة ومتراخية عجزت عن تجاوز هذه المحنة، وكانت التكلفة باهظة للغاية. الدولة المصرية عملت المعارض، الدولة المصرية تحكمت في الأسعار قدر المستطاع، فرضت عقوبات على كل تاجر جشع بيحاول يتحكم في هذه الأسعار بطريقة أو بأخرى. أي أيضا طمأنت المواطنين من البداية، قالت يا جماعة احنا عندنا مخزونات من كل السلع، من القمح، من اللحوم، من الدواجن، من كل السلع، أقل شيء 6 أشهر. سيادة الرئيس قال في خطابه الأخير في حفل تكريم الأم المثالية والمرأة المصرية، انزلوا عبوا زي ما أنتم عايزين، يعني احنا ما عندناش أدنى مشكلة في أي حاجة. ودي كانت رسالة تطمينية مهمة، وعلى فكرة لها بعد اقتصادي، لأنه لو أنه الرئيس أو أي مسؤول خرج في الدولة وقال ده احنا عندنا أزمة في القمح، ده مفيش، ده المخازن فاضية، هلع. الصبح هتلاقي حالة من الهلع، أولا الناس عايزة تخزن، ثانيا ارتفاع مروع في الأسعار، لكن كان في حكمة وتروي. أول حاجة الطمأنة، مسألة الأشورنس والري أشورنس، دي استراتيجيات مهمة للغاية في التعامل مع هذه الأزمات، مراقبة الأسعار بشكل دائم. إن الرئيس خرج واتكلم وقال هيكون في عقوبات على كل تاجر جشع، أيضا المعارض، توفير السلع بشكل مكثف. طبعا ده تزامن مع دخول شهر رمضان، وإحنا للأسف النزعة الاستهلاكية عند المصريين في رمضان مرتفعة للغاية. محتاجين نراجع نفسنا كلنا دكتور. بالضبط، السلوك الاستهلاكي للمصريين محتاج مراجعة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل اللي هو بيعلمنا فكرة الزهد. بالضبط، فكرة الزهد، والزهد معناها قدرة واستطاعة، لكن تحكم في الرغبات. مزبوط. يعني الإنسان يتحكم في رغباته الاستهلاكية، ده بيساعد كتير الدولة وبيثمن جهود الدولة المصرية، وبيؤدي إلى نجاح المصريين عموما في تجاوز هذه الأزمة. إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة مثلما تجاوزنا ما سبق. خلينا ننتقل لخبر آخر ليه علاقة أيضا بالخبر اللي كنا فيه، حيث خبر ليه علاقة بالشأن الاقتصادي وخبر هام، حيث نفت مصادر بنكية وصول تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف توفير التمويلات للعمليات الاستيرادية لعدد من السلع. وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن ما تم نشره في هذا الصدد عاري تماما من الصحة ولا أساس له، وكانت بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة مزيفة لقرار صادر من البنك المركزي بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة، وهو ما أكد المصدر عدم صحته. دكتور بشير، بنكون إحنا في اتجاه بنجابه أي تحديات، وفي أناس آخرين في اتجاه آخر يعني زي ما بيقول كده إيه، ده بالنسبة لهم الوقت المناسب لتصدير الشائعات، فإحنا بدأنا نرجع تاني لفكرة إن إحنا ننشر من غير ما ناخد بالنا هل القرارات دي سليمة، القرارات دي صادرة عن صفحات رسمية، صادرة عن مسؤولين. لكن الحمد لله إن عندنا المسؤولين على قدر من الحكمة، وفي نفس الوقت برضو السرعة في تصحيح الشائعة. يعني نعم.
يعني من الرائع انه احنا لما نتكلم عن شائعات بنتكلم عن نوعين من الحروب، حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس، لان الحروب وده احنا شرحناه في مرات سابقه تطورت من حروب الجيل الاول المواجهه المباشره بالسيوف، ثم حروب الجيل الثاني، ثم حروب الجيل الثالث، فالرابع اسلحه الدمار الشامل، وصلنا النهارده لحروب الجيل الرابع والخامس اللي هي الاعتماد على فكره الشائعات، كيف تهزم خصمك بدون استخدام الاله العسكريه، انك تروج شائعات واخبار كاذبه، الهدف منها ايه؟ فك الترابط ما بين اركان المجتمع بدون استخدام آلة عسكرية أو استخدام العنف. أيضا ضرب الثقة ما بين المواطن والحكومة، ما بين المواطن والقيادة السياسية، ما بين المجتمع والدولة، هو ده هدف حروب الجيل الرابع والخامس، من خلال الشائعات والمعلومات المغلوطة والتضليل، وانك بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي السريعه في انك تبث اخبار كاذبه وشائعات وامور تضليليه لضرب الثقه داخل المجتمع وبينه وبين الدوله. هذه الشائعات تاتي في هذا السياق في الوقت اللي الدوله بتتفانى في تخفيف الاعباء على المواطن من خلال شبكه الحمايه الاجتماعيه اللي هي بتتضمن اجراءات اقتصاديه واجتماعيه وسياسات ماليه ونقديه للحد من تاثير الازمه الحاليه على المواطن، تجد هذه الشائعات في محاوله. عاوز يبين لك ان الدوله مقصره في حقك، الدولة متقاعسة، الدولة عاجزة، الدولة مش مهتمة، بلبلة بقى في الرأي بالضبط. العام ده من خلال الشائعات، ومش هيقول لك كده، مش هيقول لك الدولة بتكرهك، رسالة غير مباشرة بالظبط، هيجيب شائعات تبين لك ان في تقاعس، ان في عدم اهتمام من قبل الدولة واشياء من هذا القبيل. التصدي لمسألة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس جملة واحدة، الوعي، او كلمة واحدة، الوعي. هذا الوعي يتطلب ايضا اجراءات موازيه زي حروب مواجهه او وسيله مواجهه الشائعات. النهارده عندنا في مجلس الوزراء حاجه اسمها وحده رصد الشائعات. بالظبط. هذه الوحده بتقوم برصد الشائعات وتقدم التصحيح اللازم لهذه الشائعات. الفوري الحقيقه. وده شغال من 2014 الحقيقه بشكل مذهل، واعلى سنه شهدت مصر فيها شائعات مزيفه مضلله 2021. كانت مليئه بهذه الشائعات. في وقت الازمات بتكثر الشائعات. أفضل شيء للتعامل مع الشائعات الشفافية، المصارحة، تصحيح المعلومة الخاطئة، وده الحقيقة اللي القيادة السياسية بتعمله، زي ما كنا بنتكلم في كلية الشرطة، الرئيس بيتكلم وبيوضح الصورة في بمناسبة عيد الأم، المسؤولين يطلعوا ويوضحوا للناس بكل شفافية وصراحة ووضوح، فده بيؤدي إلى تدمير بالظبط الشائعات، ليس فقط من خلال إنك ترد عليها وتصحح المعلومة، ولكن توعي الناس، إن الناس النهاردة أصبح عندها وعي، مش كل معلومة أو كل شائعة نصدقها، تشوف مصدرها وتحاول إنك تتحقق منها، والنهاردة وسائل التحقق بقت موجودة سواء عن طريق مجلس الوزراء أو الوزارة المعنية، وياريت يكون كل وزارة بداخلها وحدة لرصد الشائعات والرد عليها فورا وفي أسرع وقت ممكن، حتى لا تنتشر كالنار في الهشيم. نوقد الشائعات من بداية بالضبط الوقت، يعني منذ البداية في الوقت في المهد، من خلال أن يكون في جهاز أو وحدة داخل كل وزارة وكل جهة في الدولة أو مسؤول إداري يطلع يوضح للناس هذا الأمر. ان شاء الله ربنا يحمينا من الشائعات، لانها يعني تضاهي في مساوئها الارهاب، يعني زي ما حضرتك قلت، واحد صور الارهاب واحد ادوات الارهاب. مظبوط مظبوط. طيب خبر اخر دكتور بشير، حيث اكدت الهيئه القوميه للانفاق انه متوقع وصول اخر 4 قطارات من الصين للعمل بمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمه الاداريه 10 من رمضان خلال ايام، حيث وصل حتى الان 18 قطار من اجمالي 22 قطار متعاقد عليها للمشروع. تتواصل حاليا اعمال الاختبارات التجارب بالمشروع، حيث متوقع التشغيل قريبا. ومشروع القطار الكهربائي الممتد بأطوال 103 كيلومتر ستكون الشركة الفرنسية RET مسؤولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عام دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادي متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التي تطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدورية اليومية فقط التي تسبق رحلات القطارات يوميا. ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عدلي منصور جامعة القاهرة في محطة عدلي منصور، كما سيربط مع مونريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية الجديدة 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العالمين العين السخنة الجاري تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية. الحقيقة دكتور بشير، يعني قبل التعليق على الخبر ده، يعني أنا كمصرية دلوقتي بقرأ الخبر ده بصرف النظر عن إن إحنا في فقرة الصحافة، الحقيقة الواحد بيكون سعيد وفخور جدا ببلده، لأن اللي كنا بنتمناه في دول العالم بره لما كنا بنسافر وبنشوف بنقول إمتى ده يحصل في مصر، دلوقتي بقينا بنتكلم مش بس عن مشروع واحد، أكتر مشروع، مشروع القطار السريع، القطار الكهربائي، المونوريل، كل ده وشبكة الطرق الجديدة. حضرتك ده كان بالنسبة لنا في يوم من الأيام مجرد حلم،
ما كناش عارفين امتى هيتحقق. دلوقتي احنا مش بس بنتكلم في مشروعات بقى وخطه خمسيه، احنا بنتكلم في حاجه على ارض الواقع احنا شايفينها دلوقتي. حضرتك شايف اهميه هذه المشروعات ودورها في عمل منظومه نقل يعني قويه في مصر؟ خلينا برضو كالعادة نبسط للناس. ممكن مواطن بسيط من يعني مواطنينا الكرام قاعد قدام الخبر ده فيقول لك يعني اختار كهربائي وانا مالي والعاصمة الإدارية، يبقى قاعد في الصعيد أو قاعد في الدلتا ويتخيل انه ملوش علاقة بالموضوع ده وانه مش هيرتد عليه أو يعود عليه بالنفع. لا، لما بنتكلم عن شبكة نقل حديثة بنتكلم أول حاجة عن فرص عمل. المشاريع اللي احنا عمال نتكلم فيها دي ومليارات، سواء كانت قطارات او كانت مركبات او طرق او كباري، كل ما يتعلق بشبكه النقل ده بيوجد فرص عمل. مين اللي بيشتغل في الحاجات دي؟ هم مصريين. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه انه بيعمل لي النقل الاخضر. بننتقل الى مرحله النقل الاخضر. يعني ايه النقل الاخضر؟ الصديق للبيئه. ان انا بدل ما اعتمد على وسائل نقل تقليديه بتلوث البيئه وتؤدي الى زياده الكربون بشكل كبير جدا ويؤثر سلبا على المناخ وعلى التربه الزراعيه وعلى صحه المواطنين، انا بتعامل مع وسائل نقل حديثه ومتطوره تقلل الانبعاثات الكربونيه الضاره. الامر الثالث ان انا برفع كفاءه البنيه الاساسيه عندي علشان تساعد على مساله التجاره الداخليه والخارجيه. ما هو القطارات دي يا جماعه مش بتنقل ناس بس، ده بتنقل بضائع. فان انا اقدر انقل المواني من مراكز الانتاج من المصانع بتاعتي، اودي للمواني ثم اصدر الى الخارج بامان عفوا وبسرعه وباقل تكلفه ممكنه. ايضا ده بيرفع تصنيف مصر على مستوى العالم من حيث البنيه التحتيه ومن حيث الكفاءه وجذب الاستثمارات الخارجيه. المستثمر الاجنبي لما بيعرف ان هذه الدوله بها كل الوسائل الجاذبه للاستثمار فورا لا يتردد عن انه يقدم براس ماله علشان يستثمر في هذه الدوله. ايضا احنا بنتكلم النهارده عن جهود للدوله في تطوير بنيه الطرق او بنيه النقل من خلال 1.7 تريليون جنيه تنفق على تطوير بنيه النقل في مصر، سواء كان شبكة طرق أو كباري أو مركبات كهربائية أو مركبات عادية وتطوير كل وسائل النقل. ده الأرض أيضا بيقلل الحوادث، لأنه فكرة الأمان أنك ترتقي بمستوى أمان وسائل النقل ده بيقلل الحوادث والهدر البشري والخسائر البشرية. مظبوط يا دكتور بشير، ويمكن ده بيتكامل أيضا مع فكرة التوسع العمراني. احنا عندنا مدن جديدة بالضبط. فاحنا يعني في رؤية شاملة، احنا بنشتغل زي ما دايما بنقول بالتوازي مع كل الاتجاهات عشان يخدم في النهاية على الهدف الأساسي وهو نقل جمهورية جديدة ووضع أساسها بشكل جيد. وهو ده التنمية المتكاملة. إن ما يكونش التنمية منقوصة، أنا أعمل مدينة في الصحراء ما أعملش وسائل نقل ولا مرافق ولا أشياء من هذا القبيل. النهاردة لما بربط المناطق الجديدة بالعاصمة بالمراكز الحيوية بالموانئ والمطارات، أنا كده بعمل تنمية متكاملة وبشجع المواطن إن هو يقدر يعيش في هذه المناطق لأنه مش حاسس إن في حاجة ناقصة. مظبوط يا دكتور بشير. طب ننتقل بقى للخبر اللي إحنا اتكلمنا فيه من شوية، الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن شاء الله يكون عندنا الوقت للتعليق عليه بشكل كبير. حيث أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها بتبنيها المشروع الغربي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا. وقال في ظل ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية تجاوزت الجمعية العامة سلطتها مرة أخرى في محاولة لإصدار تعليمات بشأن قضايا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأضاف وفقا لميثاق الأمم المتحدة لا تملك الجمعية العامة سلطة تقديم توصيات بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، بينما يدعو القرار الغربي المعتمد إلى وقف فوري للأعمال العدائية. وتابع القرار الغربي كان ضروريا من أجل إلقاء اللوم على روسيا، فهذه وثيقة إنسانية زائفة. وقال أعتقد أنه لا يستحق الخوض في أسباب تصويت روسيا ضد مشروع القرار شبه الإنساني الذي قدمته الدول الغربية وأوكرانيا. هذه الوثيقة هي إنسانية زائفة لأن المؤلفين احتجوها فقط لإدانة روسيا مرة أخرى. علينا إجراء نوع من النداء على الأسماء المستعدين للاشتراك في صفقة من جانب واحد. تصريحات من هنا وتصريحات من هناك، والعالم بينظر للأزمة الروسية الأوكرانية ولا يعلم متى سينتهي هذا الصراع. التصريحات دي وليه تم وصفها بالقرار الزائف وغير الإنساني وشبه الإنسانية؟ الحقيقة إنه الأزمة الأوكرانية تخطت حدودها التقليدية. مش بنتكلم النهاردة عن روسيا وأوكرانيا، احنا بنتكلم عن العالم، يعني البعد الكوني في الأزمة. وزي ما قلنا في أمن الطاقة والأمن الغذائي ده على مستوى العالم ككل. الحقيقة النهاردة أنا شايف أنه الأزمة تخطت حدود أوكرانيا لتشمل صراع على شكل النظام الدولي.
النهارده النظام العالمي او النظام الدولي، يعني ايه النظام الدولي اللي بنقولها واللي المواطن بيقعد يسمع؟ النظام الدولي يعني التفاعلات ما بين القوى المؤثره في العالم والقواعد اللي بتحكم التفاعلات دي، هو دي معنى كلمه النظام الدولي. النهارده النظام الدولي اللي احنا عايشين فيه نظام احادي القطبيه. يعني ايه احادي القطبيه؟ يعني في قوه عالميه عظمى وحيده هي اللي بتتحكم في هذا العالم وتديره وتنظم تفاعلاته، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. روسيا والرئيس بوتين عاوز يرجع دور روسيا العالمي انها تكون قوه عظمى الى جانب الولايات المتحده. الصين تيجي او ما تجيش دي قصه خاصه بالصين، لكن بوتين شايف انه روسيا استعادت قوتها الاقتصاديه والعسكريه والثقافيه وتستطيع انها تكون قوه عظمى مجددا. اللي بيحصل ايه؟ هل تقبل امريكا بانه روسيا تعود قوة عظمى ويكون العالم ثنائي القطبية حاليا ولا لا تقبل؟ ده اللي بيشتغل النهاردة على مستوى الأزمة الأوكرانية. معلش دكتور بشير، هي عندها الحرية دلوقتي أنها تقبل أو لا تقبل؟ ووضع أمريكا دلوقتي في العالم بشكل عام، يعني العالم بيتحدث على أنه لم تعد أمريكا كما كانت في السابق. هي لم تعد كما كانت بنفس القوة والهيمنة والسيطرة، لكنها لا زالت مهيمنة ومسيطرة. عامل بالظبط كده ببساطة زي واحد كان أغنى رجل في العالم، كان مثلا عنده قد إيه في البنك؟ عنده 40 مليار دولار. ال 40 بقوا 30، بس يظل أغنى رجل في العالم، لأن ما حدش عداه في ال 30 مليار دولار بتوعه، هو نزل صحيح ولكنه لا زال رقم واحد. الولايات المتحدة في تراجع في القوة الأمريكية الناعمة والصلبة والذكية، لكن تظل الولايات المتحدة النهاردة لا أحد ينازعها في قيادة النظام الدولي ويقول أنا أقوى من أمريكا. وبالتالي النهاردة روسيا بوتين عاوز يترجم القوة الاقتصادية والعسكرية اللي عملها في العشرين سنة اللي فاتت ويبقى على رأس النظام الدولي إلى جانب أمريكا من خلال غزو أوكرانيا، لأنه غزو أوكرانيا بيؤدي إلى تغيير معادلة الأمن في أوروبا اللي موجودة منذ الحرب العالمية الثانية، ويغير شكل النظام الدولي اللي ظهر 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخلاه أحادي القطبية. الولايات المتحدة النهاردة بتعمل إيه؟ بتجمع كل حلفائها في أوروبا، في الناتو، في الجي 7، مع اليابان، مع أستراليا، علشان يقفوا يد واحدة ضد روسيا لمنعها من أنها تعود مجددا على قمة النظام الدولي. النهاردة الرئيس الأوكراني بيقول إيه؟ بيقول أنا لن أنضم إلى الناتو، وده كان مطلب روسي بالمناسبة. بيقول مستعد أقعد أتكلم مع الرئيس الروسي في مسألة القرم ودونباس، إن إحنا ممكن يبقوا تبع روسيا أو يبقوا شبه مستقلين، لكن في النهاية دي حلول الأزمة الأوكرانية، يعني ممكن تتحل. المشكلة النهاردة في إيه؟ قيادة النظام الدولي، إنه أمريكا وجدت هذه فرصة تضغط على روسيا حتى تعود سنوات طويلة إلى الوراء، وتظل الولايات المتحدة تحتكر قمة هذا النظام الدولي، بدليل الإمعان في العقوبات. عقوبات غير مسبوقة. النهاردة حلف شمال الأطلسي بعد ما كان الرئيس الروسي بيقول يبتعد عن شرق أوروبا رسخ أقدامه في شرق أوروبا بشكل غير مسبوق. تموضع عسكري، قوات موجودة على الأرض، قواعد عسكرية، منظومات تسليحية متطورة، ما يعني أنه بيتحدى طلبات الرئيس بوتين. وبالتالي الغرب يريد إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، بل على العكس يريد إرجاع روسيا سنوات طويلة إلى الوراء. ودي كيف تتعامل روسيا سريعا دكتور بشير مع هذا الأمر، خاصة مع طلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتعامل من خلال الروبل؟ طبعا النهاردة روسيا بتتحكم في أمن الطاقة الأوروبي بشكل كبير، 40% من احتياجات الغاز الأوروبية بتعتمد عليها دول أوروبية من روسيا. كان بيتم تسديد ثمن الغاز والنفط الروسي لأوروبا من خلال إيه؟ 60% يورو، 35% دولار، 5% استرليني. يعني ده كان بيسددوا ثمن الغاز والنفط الروسي من خلال هذه العملات. العقود الموقعة ما بين روسيا والدول الأوروبية كانت محددة نوع العملة اللي من خلالها يتم تسديد ثمن النفط والغاز. النهاردة الرئيس الروسي بسبب العقوبات وحصار الروبل وانخفاض الروبل وتجميد أرصدة روسيا من العملات الأجنبية لدى البنوك الغربية بيحاول استنهاض الروبل من خلال هذا الأمر. بيقول يا جماعة أنا هستمر في تصدير النفط والغاز، وهو لا زال على فكرة بيصدر لأوروبا النفط والغاز حتى هذه اللحظة. بيقول بس أنا هحصل ثمن النفط والغاز بالروبل الروسي في محاولة لرفع قيمة الروبل، وبالفعل ونجح في ده، يعني نجح في أنه يستنهض الروبل بعض الشيء لأنه بدأ يستعيد جزء من عافيته. لكن النهاردة الدول الأوروبية بتقول العقد اللي بيننا وبينك بيقول نسدد زي ما احنا قلنا كده 60% يورو، 35% دولار، 5% استرليني. هو بيقول لا، العقود كلها سقطت لأن احنا في حالة حرب وحالة صراع، والنهاردة كل واحد عمل اللي نفسه فيه مع التاني. أمريكا كل عقوبة تطلع على بالها تنفذها، أوروبا كل ما تخترع عقوبة تنفذها. هو بيقول خلاص ما عادش في عقود، ما عادش في قانون، ما عادش في حاجة، كل اللي بيقدر على حاجة بيعملها. فبيقول أنا هقبل أن أنتوا تسددوا ثمن النفط والغاز بالروبل، على أمل أنه الروبل ينهض. الروبل ده اللي هو العملة الروسية اللي من لا يعرف طبعا، علشان يستنهض هذا الروبل. أنا باعتقادي أنه العالم بحاجة إلى وقفة حكيمة رشيدة، لأنه لو الأزمة استمرت بهذا الوضع الكلفة الاقتصادية مروعة، يكون انتحار جماعي كده بالشكل ده بالظبط. حالة من
الانتحار الجماعي. لكن المشكله ان لعبه عض الاصابع من يصرخ اولا انتقلت من اوكرانيا الى النظام الدولي. يعني النهارده تكلمي بوتين يقول لك ما اقدرش ارجع، لان بوتين لو رجع الشعب هيحاسبه انت عملت ايه. يعني انت اهدرت ناس ماتت، انفقت اموال، حطيت روسيا تحت ضغط شديد جدا، وما هو المقابل؟ ايه العائد؟ ايه المكاسب اللي انت حققتها؟ الولايات المتحده واوروبا خايفين لو بوتين نجح ينتقل من اوكرانيا الى دول البلطيق اللي هي لاتفيا وليتوانيا واستونيا، انه ينتقل الى بولندا، وبولندا اشد الدول عداء لروسيا، تصفيه حسابات قديمه طبعا. وبالتالي الدول الاوروبيه خايفه هل سيتوقف بوتين ام سينتقل الى دول اوروبيه اخرى. لذلك الكل مجمع النهارده انه يوقف تمدد الرئيس الروسي داخل الدول الاوروبيه. من يدفع الثمن؟ المواطن، سواء في اوروبا او في امريكا او في الشرق الاوسط او على مستوى دول العالم. الانسان بشكل عام. والصين تراقب عن بعد، ذلك العملاق او التنين يراقب عن بعد وبهدوء حتى لا يتورط ولا يتكبد اي خسائر. اكيد كل يوم في جديد في هذه الازمه ونامل انها تنتهي على خير. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح على كم هذه المعلومات الهائل والتوضيح والشرح دايما المبسط واللي بيصحبه اكيد تحليل مختلف من حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا على المتابعه. بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا ولكن بعد هذا الفاصل.